ترأس الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي في مدينة جدة وفي الدولة الكويت المشارك في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للدورة 14 لمؤتمر القمة الإسلامي قمة مكة يدا بيد نحو المستقبل، والمقرر عقدها في 31 من مايو الجاري في مكة المكرمة. وسيتم خلال الاجتماع استعراض جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال تحضيرا للدورة 14 لمؤتمر القمة الإسلامي والذي يصادف هذا العام الذكرى 50 على إنشاء منظمة التعاون الإسلامي. أكد وزير خارجية السعودية إبراهيم العساف التزام بلاده بمكافحة الإرهاب ومواجهة الفكر المتطرف، مشددا على ضرورة مكافحة الأعمال التخريبية للجماعات المتطرفة والإرهابية والتي كان آخرها استهداف سفن تجارية قرب المياه الإقليمية للإمارات ومحطتي ضخ خط الأنابيب النفطية في المملكة عبر طائرات بدون طيار. جاء ذلك في كلمة ألقاها العساف في افتتاح أعمال الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي للأعداد لجدول مناقشات القمة الإسلامية في دورتها 14 العادية. أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين أن التطورات المؤسفة التي تتعرض لها الدول الأعضاء في المنظمة تدعو إلى تكثيف المشاورات بشأنها والعمل على تجنيب المنطقة كل اضطراب وتهديد للأمن والاستقرار. وشدد العثيمين في كلمته خلال الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة على أن التطرف والإرهاب يهددان أمن واستقرار المنطقة والعالم، وأن التنظيمات الإرهابية تستغل الاضطرابات السياسية في بعض البلدان لتنفيذ مخططاتها، ودعا إلى وضع آلية واضحة لمحاربة تلك المخططات، موضحا أن منظمة التعاون الإسلامي تتطلع لمزيد من التعاون بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية لمحاربة التطرف الديني والتشجيع على الحوار بين الأديان. صادق الكنيسة الإسرائيلية على مشروع قانون يقضي بحل نفسه والذهاب إلى انتخابات برلمانية جديدة في 17 من سبتمبر المقبل. وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن 74 نائبا وافقوا على مشروع قانون حل البرلمان مقابل معارضة 45 نائبا. وأوضحت أن هذا التطور يأتي بعد فشل المفاوضات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو رئيس حزب الليكود أيضا ورئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان حول تشكيل الحكومة المقبلة.